السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. في الفيديو اللي فاتت أعطيتكم بعض أجزاء محرك السيارة، إذا ما كنتم شفتوها رجعوا للفيديو الأولى ومن بعد كملوا الشرح ديال هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هما الأشواط الأربع لي كات خطون اللي بها كيدور محرك السيارة. دونك باش ما ندخلوش في التفاصيل المتعمقه بزاف، غادي نعطيكم غير واحد الفكره بسيطه. اول حاجه حنا غنشتغلوا على محرك سياره فيه 4 ديال لي بيستون. كاينين محركات السياره فيهم 6 8 12، ما حنا غنركزوا على محرك السياره اللي فيه 4 ديال لي بيستون. كتشوفوا معنا هنا 4 ديال المراحل، هاد الاربعة ديال المراحل كاملين كيدوزوا على بيستون واحد، يعني كاين هاد الاشواط الاربع كدوز على بيستون الاول الثاني الثالث الرابع. الطريقه ديال الاشتغال ديالهم هنايا كما كتلاحظوا معنا بيستون ديال فيبروكان، ملي بيستون مثلا نعتبروا هذا مثلا بيستون واحد جوج ثلاثة أربعة، ملي البيستون واحد كيهبط كيهبط مع البيستون أربعة، بيستون جوج وثلاثة كيطلعو. إلا بغينا نشبهوها بواحد النموذج، يعني الشكل ديال الدراجة الهوائية، بيدارة كطلع الفوق بيدارة كتهبط، مع ديك الطلعة والهبطة كتكون من حركة أفقية كتحول حركة دائرية، وهذه هي الدورة ديال الموتور. ولكن باش نوصلوا لديك الدورة ديال الموتور خاصنا 4 ديال المراحل، 4 ديال الأشواط. الشوط الأول باش نشرحوا هذا الشيء، ما هذه هنايا هذا الجزء هذا من نتل هنايا بلوك سيلندر، هنا كارتر ديال الزيت، هنا كيتجمع فيه الزيت من هنايا حتى الفوق كاين الكيلاس، وهادو لي صباب لاغب اكا. مزيان، نبداو دابا الشوط بشوط. بالنسبة للشوط الأول، هاد البلاصة هادي كيدخل منا البرد، في نفس الوقت كيدخل منا الميلونج ديال الغاز، بمعنى ادق ليسانس. ليسانس مع البرد كيعطيونا واحد الميلونج كيدخل من هنايا، البيستون كيهبط لتحت كيجر هذاك الميلونج. هذه في المرحلة الأولى، البيستون ديال لي شابمون اللي غادي الشاكمة كيكون مسدود. مزيان، المرحلة الثانية ديال الكومبريسيون، الصباب الأول ديال لادميسيون والصباب ديال ليشابمون كيكونوا مسدودين بجوج، والبيستون كيطلع الفوق وكيعطي واحد الضغط كبير. هذاك الضغط ملي تيتجمع كتجي المرحلة الثالثة، وما بين المرحلة الثانية والثالثة كيشعل البوجي واحد الشرارة. هذيك الشرارة كما كتلاحظوا معنا هنايا كتشعل عافية هنايا وكتعطي واحد الانفجار. هذاك الانفجار والقوة ديال هذاك الانفجار كتعطينا واحد الضغط كبير اللي كيدفع البيستون بالجهد. مزيان، المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة جوج ديال لي صباب سواء لادميسيون ولي شابمو مسدودين. كتجي المرحلة الأخيرة، آخر مرحلة اللي هي لي شابمو، مرحلة الشوط الرابع
الصوباب ديال لادميسيون كيبقى مسدود، كيتحل الصوباب ديال ليشابمون باش هذاك الناتج من الاحتراق يخرج، وهذا كيدوز من كوليكتور ديال ليشابمون، من كوليكتور ديال ليشابمون الكاتاليزور كيخرج من الشابمون. هذاك سيستم بوحدو غادي نشرحوه مازال من بعد ان شاء الله. بالنسبه لهذا الشرح اللي شرحنا، قاعد الاشواط كيدوزوا على بيستون واحد، باش بيستون الاول الى هبط تهبط حتى البيستون الرابع، بيستون جوج وبيستون بيستون ثلاثة كيكونوا طالعين الفوق، كيكون بالتناوب جوج بيستونات كيطلعوا جوج كيهبطوا، كانوا ستة ديال البيستونات ثلاثة ثلاثة. في النهاية هذيك الحركة كما كتلاحظوا معنا هنايا، هذا البلاصة ديالو فين كاينة بيستون الثاني الثالث الرابع، وفي الاخر كيعطيونا واحد الحركة دورانية، وهاد الاشواط الاربعة كتتم بواحد السرعة كبيرة باش تعطينا واحد العدد ديال الدورات كبير. هاد العدد ديال الدورات كنشوفوهم في الكيلومتراج ديال في الكونتور ديال السيارة، تلقى مثلا عدد الدورات في 1000 في 2000 في 3000 في الدقيقة، يعني كل دقيقة شحال من دورة دار المحرك. أتمنى الشرح يعجبكم، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، اشتركوا في القناة.